الطفولة ديالتي كانت زوينة. أنا من الناس اللي تنقول لعبت بزاف وضحكت بزاف وتمتعت بالطفولة ديالتي، خصوصا أنني كنت يعني البنت الوسطانية، وكنت كنعيش في واحد الجو عائلي زوين بزاف، لدرجة أن من تنكون مع الناس ولا مع صحابي ولا شي حاجة تنقول انا فرحانه بالطفوله ديالتي. سي فغي عندي ذكريات زوينه، عندي بزاف د الحوايج اللي ممكن نبارطاجيو مع الناس، سواء مع خوتي سواء مع ولاد الجيران بنات الجيران، كنا دايرين بحال شي عائله. فذكريات الطفوله مي كنتفكرها كنكون فرحانه. الذكريات اللي انا ما عمرهم تنسى ليا وكنتفكرها كنبقى نضحك، واحد النهار كانت مناسبه عاشوره، كتعرف ان في الصغر ديالنا كنا كنخرجوا الاجواء ديال عاشوره وداك الشيء، وتبقاو نشدوا البنادر والطعرج وبقاو نغنيو، واللي داز من حدانا تقول له عطينا حق عاشوره عطينا حق عاشوره. مي كانت زوينه، مي ماشي سعيه، مي واحد التقاليد من تقاليد بلادنا. فانا من الناس اللي جمعت الفلوس بزاف وكنا كنبارطاجيوهم مع بعضياتنا، ماشي كناخذوهم، كنعطيوهم لمت واحد يعني الجاره ديالتنا البنت ديالها كدير الفلوس لماماها على اساس ان نهار عاشوره غتصايب لينا رفيسه وداك الشيء. انا من الناس اللي كيف قلت لك جمعت الفلوس بزاف وعطيتهم ليهم، ونهار عاشوره داروا رفيسه وما عيطوش ليا. حسيت بالحقره وحسيت علاش انا زعما من دون بنات الجيران اللي ما تعيطليش. فهادي من الذكريات اللي بقات ليا، ولكن ماشي خايبه، بالعكس زوينه انك درتي واحد الحاجه. انا مشيتي كتعطي بندير ولا شي حاجه تقول عطيني حق عاشور. مي فوالا، ما عندي ديك كانت فكره كنبقى نضحك، ما عندي ذكريات زوينه الحمد لله. انا ما كنتش في الصغر ديالي ما كنتش مشاغبه، مي باقا كنعقل واحد النهار ماما مشات سافرات للمحمديه ومشاو مع خوتي، وبقيت انا مع جده واختي الكبيره، وخارجه كنلعب مع واحد بنت جيراننا، لان انا فرحانه ماما ما كايناش، ما كاينش بابا، ما كاين حتى واحد. وجات اختي كتقولي خصكي تدخلي، وصلت 8 تاع الليل تتقولي دخلي دخلي، وانا غير حدا باب الدار ما بغيتش ندخل. فدخلتني بزز مني وتعصبات عليا، جات غضربني، وانا تنغوت، ماشي داك الغوات زعما، مي هذاك شي غويتات. نات جده داخله باش تفكني، لقاتني انا اللي كنضرب في اختي. ناس على كرشي فوق داوسي وكنضرب برجليا. هادي فيها شي حاجه اللي ما كنعرفش نضرب بيدي، ما كنعرفش نضرب برجلي. لا بالعكس، انا كان الحلم ديالي اما نكون صحفيه او لا محاميه، ما كانش عندي نهائيا فكره انني نكون ممثله او انني غندخل لهذا المجال. سبحان الله كل شيء كيجي بالصدفه، وانني كنت كندير انشطه مدرسيه في المسرح في الموسيقى ايتو، مي تلقيت راسي بدون ما نشعر دخلت في الدومين ومشيت فيه. كان اول عمل كنت نورمالمون انا كندير الغناء ديال الطرب الاندلسي والملحون، واحد الوقيته جاو واحد الفرقه غدير مسرحيه، فمشيت قالوها لي، قالوا لي فوالا واش تدخلي ديري معنا المسرح. درت معهم مسرح، كانت اول مسرحيه ونجحت فيها، ولانها كانت بحث ديال واحد الطالبه، انا ذاك خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. فالنهار اللي عرضت هذا العمل هذا في ليزاداك في قاعه الكنفاوي، الاساتذه ديال ليزاداك شجعوني وقالوا خصك تدخلي لهذا الدومين، وانك ابدعتي وان عندك شي حاجه زوينه ممكن تعطيها. فمن تما خديت النصائح ديالهم ومشيت كنقلب على افاق جديده، وانني نخدم مع ناس وحدين اخرين. وكان اول مسلسل ليا سنه 2001 اللي هو مسلسل شجره الزاويه. شوف انا نقول لك واحد الحاجه، انا كنامن بان العمل اذا كان ديالك هو كيجي عندك، ما كتمشيش انت تقلب عليه. ولكن بعض المرات ما كتفهمش
علاش مثلا انت كفنان في بعض الاحيان انه ما كتخدمش في شي اعمال اللي انت كتستحق انك تكون فيها او لذاك الدور كيناسبك، وفي حين كتلقاه عند شي حد اللي هو ماشي من الدومين وما عندوش لا موهبة ولا حس فني، فقط لأنه عنده في الإنستغرام يعني متتبعين كتار، ما كتفهمهاش في بعض الأحيان. في حين أنا عندنا ممثلين، ما كنهضرش غير على راسي، أنا كنهضر على جميع الممثلين والممثلات اللي تيكونوا جالسين ويستحقوا أنهم يخدموا، يستحقوا أنهم يكونوا في الشاشة، سواء الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة أو على خشبة المسرح. وأكيد أن هادو اللي كنهضروا عليهم راهم ما كنلقاوهمش على خشبة المسرح، لأن الممثل الحقيقي هو اللي كنلقاو على خشبة المسرح. فبالتالي هذا سؤال كيبقى بين قوسين. تاني حاجة اللي نبغي نوضحها هو أنني أنا ما عندي حتى شي مشكل إلى غنجيبو واحد الانسان او الانسانه اللي ما قاريش على المسرح او ما غير ممارسه للمهنه انها تخدم، انا ما كنحسدهاش وما تنغيرش منها، بالعكس مرحبا باللي جا، غير هو ما نقصيوش الممثل الحقيقي، على الاقل اننا يكون حاضر وما نخليوش انه يكون لا شيء، حيت لا يصح الا الصحيح. انا كيف قلت لك انا ما عنديش مشكله، بالعكس انا كيعجبني اي انسان خدم ويخدم بمهنيه وباحترافيه ويقدم الدور ديالو على احسن ما يكون، او كونترير. مي انا تنقول حشومه عندنا ممثلين يعني اكفاء اللي خاصهم يخدموا، يعني ما كاينش ما فيها باس الا جبنا هذوك الناس يخدموا، ما بقاوش قاسينهم علاش غنقصيوهم. وتوجور انا ما كنهضرش على راسي انا بوحديتي، كنهضر باسمي وباسم الممثلات والممثلين اللي كيتقصاو من الاعمال. ان شاء الله انا في حاليا عندنا مسرحيه حمام العيالات اللي من اخراج الاستاذه لطيفه احرار، و فيها مجموعة ديال الممثلات القادرات كمثال خلود البطيوي، سعدية لديب، سكينة الفضيلي، فاطمة بوجو، نورة قريشي، كاين في الإنارة الدكتور طارق الربح، كاين في السينوغرافيا بدرية الحسني. وأنا كيشرفني أنني نشتغل مع هذه المجموعة هذه لأنه عمل زوين، وإن شاء الله إحنا يلا قدمنا العرض ما قبل الأول في 27 ديسمبر 2021، وعندنا عروض مقبلة إن شاء الله، وكاين أعمال أخرى اللي إحنا في صدد التهيئ لها. كنتمنى أنه في سنة 2022 يعم السلام والسلم على كل البلدان العربية، وأن يا ربي يحد هذا الوباء وترجع الحياة أحسن مما كانت عليه، ونشوفكم على خير إن شاء الله، وأنا كنبغيكم وكنموت عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.